طيب علشان بقى نعرف اكتر عن المبادره وجودنا تحدي عباره عن ايه، معانا على التليفون المهندس محمد جلال القائم على المبادره. يا باشمهندس. الو الو باشمهندس. مع حضرتك يا فندم. مساء الخير، ايه الاخبار؟ مساء النور، اهلا بحضرتك. بنرحب بيك معانا، منورنا جدا. الحمد لله، ربنا يخليك. تسلم يا فندم، شكرا. باشمهندس قول لنا كده فكره المبادره، عرفها لنا الاول، بدات من امتى وكمان بتعمل ايه بالظبط؟ بص يا فندم، هي باختصار المبادره دي اسمها مبادره وجودنا تحدي. قايمه على مجموعه شباب بتشتغل لحب الوطن وحابه تخدم اهاليها بدون اي سبونسر، بدون اي راعي رسمي، بدون اي ممول. كلها شغاله بمجهوداتها الذاتيه. احنا تابع لمؤسسه القاده للعلوم الاداريه والتنميه، تابع للهيئه العامه للتعليمات. مبادره وجودنا تحدي تابع لمؤسسه القاده. المبادره ديت المؤسسه ديت دخلت من ضمن مشروع حياه كريمه لتثقيف وتاهيل الشباب تحت رعايه رئاسه الجمهوريه السيده عبد الفتاح السيسي. طبعا. طيب محمد، المبادره بس هي لخدمه اهل اسكندريه؟ هي حاليا دلوقتي تم تدشينها يا فندم على مستوى اسكندريه بالكامل. انا معايا فريق مكون من 60 فرد مغطي جميع الاحياء على مستوى اسكندريه. قريبا ان شاء الله هيتم تدشينها في جميع المحافظات. طيب استاذ محمد، انت قلت ان معاك شباب كتير جدا زي ما احنا شايفين كده في الصور والساده المشاهدين على الشاشه، معاك شباب كتير بيساعدوا بالمجهود الذاتي، ممكن يكونوا حوالي كام شاب؟ وكمان المبادره بتساعد ازاي في المجال الصحي؟ بص يا فندم، هي المجموعه معايا او الفريق مكون من 8 مؤسسين و60 فرد على مستوى اسكندريه كلها، مغطي جميع الاحياء. طبعا احنا بنشتغل في جميع المجالات، مش الصحه بس، احنا بنشتغل في التوعوي، في التثقيف وتاهيل تدريب الشباب، وظائف بنقدم لهم وظائف عن طريق جروبات مجانيه بتقدم لاهالينا، في استشارات طبعا صحيه بتعاون طبعا مع دكاتره متواجدين معايا في الفريق، في استشارات قانونيه متواجدين معايا برضو مستشارين قانونيين. كل الحاجات اللي احنا بنقدمها لاهالينا بنقدمها مجانا يا فندم من المبادره. حلو. هل في اعداد معينه للشباب المشاركه؟ مثلا يعني مثلا 50 شاب، 10 دكاتره، هل في اعداد معينه محصوره بالنسبه لك؟ هو مش بالنسبه للعدد المحصور يا فندم اللي قدامي ده، العدد اللي تحت ايدي، الليميت اللي موجود دلوقتي 60 فرد على مستوى اسكندريه، من ضمنهم طبعا في لجنه اسمها لجنه الشؤون الصحيه، ديت مكونه من 5 دكاتره. تمام. تمام. في طبعا لجنه التربيه والتعليم برضو مكونه من مدرسين، موجهين اوائل موجهين اوائل مديرين مستشفيات. طبعا اما بالنسبه للاعداد اللي انا بملكها في المبادره، طبعا انا عامل اكتر من 12 جروب، كل جروب فيه 257، غير الجروب اللي على الفيس، غير الصفحه الرسميه اللي على الفيس. في صفحتين، صفحه للجروب على الفيس باسم مبادره وجودنا تحدي، وفي جروب على الفيس باسم مبادره وجودنا تحدي. تمام. طيب باشمهندس قول لي كده، ايه اكتر حاجه لاقت نجاح كبير واستحسان بالنسبه للمجتمع؟ يعني ايه اكتر حاجه خدميه انتوا قدمتوها للناس لقيت انتشار موسع بشكل كبير جدا، وكمان لقيتوا ان بعض الاشخاص عايزين يشاركوا معاكم بشكل كبير؟ بص يا فندم، هو بصراحه الحمد لله وشكر الله في اقبال كبير وشديد على المبادره وعلى نجاح المبادره. المبادره قائمه وناجحه من شهر، من السنه اللي فاتت من 2020. احنا شغالين، اهم شغلنا توجيه الشكاوي للساده المسؤولين. طبعا احنا عاملين جروب اسمه جروب الساده التنفيذيين، متواجد عليه جميع الساده التنفيذيين على مستوى اسكندريه والجمهوريه، متواجد عليه بعض الوزراء، جميع رؤساء الاحياء، جميع وكلاء الوزراء على مستوى اسكندريه، مجموعه من الرؤساء المباحث. اي شكوى بتيجي من الساده الاعضاء على اي جروب من الجروبات، في فريق اسمه الرصد والتوجيه بيتم توجيهها على الفور واعاده تصييغها، ويتم توجيهها للساده المسؤول والعمل على حلها، ومتابعه طبعا مع الساده المسؤول على جروب التنفيذيين. بالاضافه بقى للشغل الصحي او العلاج الصحي، احنا طبعا كمبادره بتخدم اهالينا. طبعا بيجي لي حالات طبعا غير مقتدره، محتاجه شيك دم، محتاجه علاج مجاني، محتاجه اطراف صناعيه، محتاجه غسيل كلوي. طبعا معلش محمد، هو كل ده بالمجان؟ كل دوت بالمجان يا فندم، مفيش اي دفع، اي رسوم ولا اي حاجه. احنا مبادره خدميه تطوعيه بتخدم المجتمع السكندري، فمفيش مفيش دفع اي شيء لينا. طبعا فبنقدم علاج مجاني، في علاج مجاني، في شيكات دم، في اطراف صناعيه، كراسي متحركه، عكاز طبي، انابيب اكسجين، عنايات مركزه، تقريبا كل حاجه، تقريبا كل حاجه من كل اول حاجة زي ما انت قلت. كل حاجه بتخدم المجتمع السكندري يا فندم احنا شغالين فيها. طبعا بتعاون مع الفريق بتاعي.
برافو عليكم يا محمد بجد، يعني مبادرة رائعة. طب محمد أنا عاوز أسألك، أنتوا كمان إحنا عرفنا إنه أنتوا بتقدموا مواصلات لمرضى السرطان كمان، بتودوهم بتأمنوا لهم مواصلات تاخدهم من بيتهم علشان يروحوا المستشفى يتعالجوا. ده حقيقي يا فندم، في مؤسس المبادرة اسمه أستاذ عمر حسن، ده مؤسس مبادرة معا لفعل الخير تاكسي اسكندرية. هو بيوفر 100 تاكسي على مستوى اسكندرية بالكامل لمرضى الكانسر، بيوصلها للمستشفى مجانا. يعني أستاذ عمر بالتعاون مع المبادرة بتاعتك، يعني مبادرتين متعاونين في فعل الخير زي ما أنت بتقول. مظبوط، بس هو رئيس مبادرة معا لفعل الخير، وانا مبادرة وجودنا تحدي. ده مفهوم، هو بيساعدك في النقل، بس حتة النقل المرضى، في نقل المرضى، ان انا طبعا كشغل صحي طبعا بيجي لي حالات غير مقتدره عايزه تروح تاخد جلسه العلاج الكيماوي من مستشفى لمستشفى، طبعا ايادي المستقبل اللي في محطه مصر، فطبعا ما فيش المقدره ان هو يروح مره اثنين ثلاثه في الاسبوع. فطبعا تم التواصل مع استاذ عمر، وهو بصراحه كل الاحترام والتقدير لمبادره معا لفعل الخير ان هو بيوفر لي التكلفه دي. عظيم جدا. طيب محمد قول لي هنا، يعني لو حد حابب يتواصل معاكم من المرضى يعمل ايه؟ احنا طبعا لينا جميع الجروبات يا فندم على الواتساب او على الفيس، طبعا معايا جروب، معايا فريق اسمه فريق الاعلام والسوشيال ميديا، دوت شغال على السوشيال ميديا ان هو بينشر الفعاليات، بينشر ارقامنا. لا الصفحه اسمها ايه؟ اسمها وجودنا تحدي ولا مختلفه؟ مبادره وجودنا تحدي يا فندم، على يكتبوا بالعربي كده مبادره وجودنا تحدي هتطلع لهم. مظبوط يا فندم، يطلع يعمل سيرج عليها ويخش يطلب الانضمام ويطلب اللي هو محتاجه فيها. عظيم، حلو قوي. طيب قول لنا كده يا برضه يا باشمهندس، المفروض الفتره اللي جايه ايه الخطه الجديده اللي انتوا حاطينها؟ يعني اكيد من حين لاخر يعني بنلاقي عندنا ان في مبادره نجحت الحمد لله، زي كده المبادرات الرئاسيه الحمد لله طبعا اللي تمت الفتره اللي فاتت، والحمد لله قضينا على معظم الامراض اللي كانت متفشيه بشكل كبير جدا في الفتره الماضيه. يعني شايفين طبعا ايه اللي احنا محتاجين برضه نركز عليه الفتره المقبله؟ احنا محتاجين نركز اكتر على اهالينا الغير قادرين، التوعيه في المدارس بالنسبه، يعني احنا دلوقتي بنعمل خطاب مع صندوق مكافحه الادمان ان احنا الفريق بتاعي ياخد دوره، الدوره ديت من صندوق المكافحه وينزل لطلبه المدارس سواء ثانوي عام او سواء اعدادي، ويبدا يلقي لهم الدورات ديت، بالاضافه الى تاهيل وتثقيف الشباب بتعاون مع مؤسسه القاده، ان احنا طبعا مؤسسه القاده بتعمل على تاهيل وتثقيف وتوعيه الشباب. حلو قوي. تمام يا محمد، نحن بنحب نشكرك قوي، وبنتمنى انه العالم كلها مش بس نحن تسلط الضوء على المبادره او زي المبادرات يلي انت حضرتك بتعملها، وبنتمنى لكم كل خير، وبنتمنى انه العالم كمان تحط ايدها بايدكم علشان تقدر توفر مساعدات للناس اللي محتاجه. شكرا لك يا محمد. شكرا ليك وجزاكم الله كل خير، انت وكل اللي زيك اللي بيحاولوا فعلا يفرقوا ازاي في المجتمع وازاي يساعدوا اهل بلدهم. يعني يا رب كده يكون في ميزان حسناتكم دايما يا رب العالمين.